الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هي اللي كانت مؤسسة لانطلاق العمل من أجل تحرير الوطن ومن أجل كذلك تقوية وبناء الديمقراطية وتأسيس الديمقراطية في بلادنا. وفي هذا الإطار هذه الذكرى ستكون فرصة أولا لتقييم ما تحقق من إنجازات لا على الصعيد ديال تحرير الوطن ولا على الصعيد ديال تحرير المواطن، وكذلك ما تحقق في مجال التطور الديمقراطي في بلادنا. ونعتبر بأن هذه اللحظة فهي لحظة خاصة بحكم أن جلالة الملك محمد السادس أيده الله طلب باش يكون واحد تفكير في نموذج تنموي جديد. هذا النموذج التنموي الجديد تنعتبره حنا كحزب بأن هذه فرصة لكي نصل إلى ميثاق لتعاقد مجتمعي جديد. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.